عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف ننجز تصحيح الفرض الأول من الدورة الثانية في مادة الفيزياء بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. لاحظوا معي التمرين الأول، لاحظوا، سننتقل إلى تمرين ثاني، لاحظوا التمرين الثاني، لاحظوا معي. لاحظوا ثم التمرين رقم ثلاثة، لاحظوا معي التمرين رقم ثلاثة. نعم، إذن الآن سننتقل إلى تصحيح ديال النموذج الأول من فرض الفيزياء السنة الثالثة إعدادي من الدورة الثانية. السؤال الأول: أملأ الفراغ تتعلق حركة جسم أو سكونه بالجسم المرجعي. نميز بين نوعين من الحركة، حركة الإزاحة وحركة الدوران. نميز ثلاث أنواع من المسارات: مسار مستقيمي ومسار منحني ومسار دائري. تكون الحركة متسارعة في حالة تزايد السرعة ومتباطئة في حالة تناقص السرعة، وتكون منتظمة في حالة استقرار السرعة. للقوة أربع مميزات هي: نقطة التأثير وخط التأثير والمنحى والشدة. تتعلق مسافة التوقف لدى عربة بمسافة رد أفعال ومسافة الكبح، يعني مسافة رد الفعل ومسافة الكبح. التمرين الثاني. ثانيا، بالنسبة للتمرين الأول: أضع علامة في المكان المناسب لتأثير رجل اللاعب على الكرة. مفعول تحريكي، لأن الكرة الرجل تحرك الكرة. لتأثير الرياح على الشراع أثناء إبحاره، مفعول تحريكي أيضا لأن الرياح تحرك المركب. بالنسبة ثالثا، لمساهمة الخيط في توازن المصباح، مفعول سكوني، يعني أنه يساهم في سكون المصباح. ثم لتأثير الفرس على العربة أثناء تنقلها، مفعول تحريكي، الفرس يجر العربة. الآن سننتقل إلى التمرين الثاني: أضع علامة في المكان المناسب. بالنسبة لهذا التمرين، يقود أحمد سيارته على طريق مستقيم، في حين يسجل دركي واقف على الرصيف مواضع المتتالية بعد مرور كل ثانيتين. لاحظوا الشكل، عندي ام دو ام كات ام تروا في تربيعتين، وام تروا ام دو تربيعتين ايضا، وعندنا كل تربيعة تمثل 20 متر. لاحظوا معي الشكل، لاحظ السيارة ام صفر ام واحد ام جوج ام ثلاثة. الآن سننتقل، لاحظوا معي بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال الثاني: السيارة في سكون بالنسبة لأحمد. نضع علامة بالنسبة لأحمد، هي في حالة سكون بالنسبة لأحمد لأن أحمد راكب داخل السيارة والدركي في الطريق. إذن السيارة في حالة حركة بالنسبة للدركي لأن الدركي في الطريق يرى أن السيارة تتحرك. أما بالنسبة للسؤال الأخير: طبيعة حركة السيارة هي حركة منتظمة لأنها النقاط تبعد بنفس المسافة. لماذا قلنا عن الحركة أنها منتظمة؟ لأن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة متساوية. سنضع علامة أمام متساوية، ليست متناقصة وليست تتزايد. نوع حركة هيكل السيارة هي إزاحة مستقيمية، ليست إزاحة حركة دوران. الآن أحسب السرعة المتوسطة، عندنا السرعة تساوي دي مقسومة على الدلتا تي،
عندنا المسافة من إمتر واحد لإمكات على جوج ثواني، دلتا تي تساوي جوج ثواني، يعني حسبناها خلال ثانيتين. إذن لاحظوا بأن إمتر وإمكات تمثل تربيعتين، وكل تربيعة فيها 20 متر، يعني 40 متر مقسومة على 2، يعني كتساوي 20 متر على الثانية. السرعة تساوي 20 متر في الثانية. إذا أردنا أن نحسبها بالكيلومتر في الساعة، سنقوم بالعلاقة الثلاثية. كما نعلم بأن الساعة فيها 3600 ثانية، إذن 20 متر تقابلها ثانية، يعني 3600 ثانية تقابلها إكس. هاد إكس هي كنديرو 3600، غادي نضربها في 20 ونقسمها على 1 تساوي 7072 ألف متر، غادي نحولها للكيلومتر، تساوي 72 كيلومتر في الساعة. إذن هل يمكن إثبات مخالفة لهذا السائق؟ نعم، لأنه يسير ب 72 كيلومتر في الساعة، في حين أن السرعة المسموح بها هي 60 كيلومتر في الساعة. إذن بما أن 72 كيلومتر في الساعة أكبر من 60 كيلومتر في الساعة، إذن السائق ارتكب مخالفة. الآن ننتقل إلى التمرين الثالث. ما دور الدينامو متر؟ دوره هو قياس شدة القوة. يطبق الخيط قوة إف على الكرية. ما صنف هذه القوة؟ بما أنه في تماس مع الكرية في النقطة A، يعني أنه تماس مموضع في موضع واحد. الآن أحدد مميزات هذه القوة. لاحظوا معي القوة إف، عند المميزة ديالها هي نقطة التأثير اللي هي A، نقطة A، خط التأثير اللي هو المستقيم الرأسي المار من A، ثم المنحة من A نحو الأعلى. والشدة راه الديناموميتر مسجلة فيه 4 نيوتون، إذن الشدة هي 4 نيوتون. ثم السؤال الأخير، مثل القوة إف، لاحظوا معي دائما كنمثلوها بواحد المتجهة باستعمال سلم 1 سنتيمتر لكل 2 نيوتون، والقوة فيها 4 نيوتون. كنقولو 1 سنتيمتر كتقابلها 2 نيوتون، إذن 4 نيوتون اللي هي شدة القوة شحال فيها من سنتيمتر؟ كنديرو العلاقة الثلاثية، 4 في 1 مقسومة على 2 تساوي 2 سنتيمتر. ونقوم إذن نمثل المتجه بسهم طوله 2 سنتيمتر، هاو، وكنديرو هذا السهم ديال المتجهة. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا إن شاء الله، واحتل نموذج آخر إن شاء الله.